يواصل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ووزارة الصحة تكثيف حملات الفحص العشوائي في مختلف مناطق المملكة للحد من انتشار الفيروس، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، حيث تقوم هذه الحملات بإجراء الفحوصات للمواطنين والمقيمين من خلال طواقم طبية وفنية مدربة ومؤهلة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. جهود متواصلة يبذلها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وضمن تلك الجهود تأتي حملات الفحص العشوائي في مختلف مناطق مملكة البحرين بشكل يومي، وخلال الفترتين الصباحية والمسائية طوال أيام الأسبوع وإجازة نهاية الأسبوع، من خلال وحدات متنقلة مجهزة وفق أفضل المعايير الطبية المعتمدة عالميا. وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي للتصدي المعني بالتصدي بكوفيد 19 يستمر في جميع الجهود الوطنية على جميع المستويات من أجل حد من انتشار الفيروس، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. حيث تستمر وزارة الصحة في تكثيف حملات الفحص العشوائي في جميع مناطق البحرين، وبالذات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. حملات الفحص العشوائي هذه تتم بترتيب عن طريق فريق متخصص، طاقم طبي وفني، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع المقيمين والمواطنين. ونود التنبيه على ضرورة عدم توجه المخالطين لأماكن تواجد ووحدات الفحص العشوائي، والانتظار الاتصال بهم من قبل المعنيين بفريق تتبع أثر المخالطين. وتقوم حملات الفحص العشوائي بترتيب الفحوصات للمواطنين والمقيمين من خلال طاقم طبي وفني مؤهل، ما يسهم في رصد الحالات القائمة الجديدة ممن لا تظهر عليهم أعراض لفيروس كورونا. كما يقوم الفريق الطبي بالوحدات المتنقلة بالرد على الاستفسارات الخاصة بالفيروس وطرق تجنب انتشاره. هذا وقد تم رصد عدد من الحالات القائمة نتيجة التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب من الجميع تعزيز مستوى الإجراءات الوقائية المطلوبة لتجنب مخاطر انتشار الفيروس بين مختلف الفئات العمرية.